بعد حوالي ساعة رح تتابعوا أو أقل، رح تتابعوا حلقة ليلي من برنامج حكي جالس. اليوم رح نطلق بأول الحلقة حملة هاشتاج سيلفي رود سيفتي، سيلفي ار اس، بالتعاون مع، هي أطلقتها غرفة التحكم المروري بالتعاون مع برنامج حكي جالس. ورح نعرف ليلي شو قصة صورة تمام سلام وزوجته، هالصورة يلي الكل حابب يعرف شو قصتها. رح نحكي كمان عن أناني الغاز ببيوت الناس، شغلة انتو بتلاقوها عادية ولكن هي مش عادية أبدا، ممكن أي حدا من أنانية الغاز يلي ببيته تنفجر بأي لحظة، وهذا منه مزح أبدا الموضوع. من بعد ما حكينا عن القاصرين يلي هن تحت سن 18 بالبابز، ومن بعد ما تحركت الشرطة السياحية، اليوم رح تشوفوا شغلة بالسوبر نايت كلابز مش بس بالبابز، وبدعيكم انكم تتابعوها. قضية وقضية محزنة جدا لأم فقدت ابنها وبعدها لهلا عم تفتش على إجابات، وبتأسف قول انه عم بقسطوا كانوا للمستشفى حتى ياخدوا الجدة ويقدروا يدفنوها. والقضية الأهم الليلة بحكي جالس هي الفضيحة الصحية والغذائية الجديدة من بعد اللبنة والمي، فضيحة دهان وتلزيق وغري بأكل اللي احنا بناكله كل يوم. تابعوا كل هيدا التفاصيل بيحكي جالس الليلة 10 الأربعاء.